جاهزة مع الحشة هيك صورة يعني بيدك تكون؟ لا على خط. قطعة نادرة مهمة جدا تم العثور عليها من خلال التنقيبات المشتركة للهيئة العامة للآثار والتراث مع البعثة الفرنسية العاملة في منطقة خورسبات، فأكيد هذا إن شاء الله تكون هذه فاتحة خير على أعمار التنقيب لاكتشاف المزيد من الآثار والقطع الأثرية المهمة. ثور المجنح تم العثور عليه في نهايات ثمانينات القرن الماضي من قبل دائرة الآثار في ذلك الوقت، لكن لم يتم الإعلان عليه وتم ردم المكان وعدم التنقيب به بشكل يعني مستمر أو صحيح. تم التجاوز على هذا الثور المجنح وقطع الرأس من قبل عصابات تهريب الآثار، تم القبض عليهم وإعادة الرأس إلى مكانه الصحيح إن شاء الله. هذا